السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله النهاردة هعمل الدوم، عصير الدوم زي بتاع المحلات اللي بره بالظبط، بتوع العصير، بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتديكي نتيجة حلوة قوي. انا عندي هنا الدوم زي ما انتم شايفين كده، دلوقتي هروح للبوتاجاز وهنبتدي نشتغل. زي ما انتم شايفين كده، حل على النار، انا حطيت كوبايه سكر، طبعا هسيبها تسيح خالص، هقعد اقلب في السكر كده زي ما انتم شايفين كده لحد ما يسيح معايا خالص. زي ما انتم شايفين كده، هو ساح معايا السكر شويه اهو وكرمل معايا، فانا حطيت هحط بقى شويه الدوم ده نضيف وغسلاه، عشان انتوا عارفين التراب وكده. انا هقلب فيه كده، هقعد اقلب فيه كده عشان يبقى يدوب جدا مع السكر، يكرمل كمان الدوم، هيدي لون حلو وطعم جميل جدا. انا هقعد بقى اقلب فيه كده لحد ما يسيح خالص ويدي لون حلو مع السكر، وهرجع اقول لكم هنعمل. بص زي ما انتم شايفين كده اللون اللي خده اهو، قلبناه كله ده اللون اتكرمل خالص، فانا هحط رطل ميه طبعا، ايه السكر ده كله هيدوب مسافة بس ما يغلي، اول ما يغلي هرجع له. زي ما انتم شايفين كده داب خالص معايا السكر، فهسيبه بقى لما يغلي خالص ويستوي الدوم، نرجع بقى نشوف هنعمل ايه. رجعت لكم بعد ما الدوم برد، حطيته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، فهضربه. هضربه بعد ما اضربه هرجع اصفيه واوريه لكم. دلوقتي انا ضربت الدوم واتهرس معايا خالص، فانا بالمصفه كده الصغيره هصفيه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، بصوا اتهرس ازاي بقى، مطحون خالص، فانا هقعد اصفيه كده زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما اخلص هرجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصت العصير بتاع الدوم بالشكل ده، زي ما انتم شايفينه شكله جميل جدا جدا. الطريقه اللي انا عملتها بيها هتحصلي فعلا على طعم عصير دوم تحفه زي بتاع العصير بالظبط، زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.